تحول إلى واشنطن مع السيد إيريك هام. سيد إيريك بعد التحية، يعني حينما هاجم ترامب كاميلا في هذه الجزئية ما يتعلق بالموقف من إسرائيل، البعض يرى بأنه بالغ في هذا الهجوم وأن كاميلا تكره إسرائيل وأن في هذه الحالة إسرائيل ستزول في خلال عامين. يعني كيف رأيت هذا الهجوم أو هذا الرد المباغت من ترامب على كاميلا في هذه الجزئية؟ شكرا جزيلا على استضافتي. أنا أقدر هذه الفرصة العظيمة للحديث معكم. ما رأيناه خلال الليلة الماضية في المقام الأول كان مناظرة بين شخصين لديهما إرادة قوية لأن يكون رئيسا للولايات المتحدة، وكانت هناك وجهات نظر مختلفة بشأن الاستمرار في السياسة الأمريكية باتجاه الحرب في غزة. كان الأمر واضحا أن هذه الحرب استمرت لفترة طويلة، وبالطبع لا يوجد أي خيار آخر إلا هو وقف إطلاق النار كما يؤكد الرئيس بايدن، أو الخيار بإنهاء هذا الصراع من خلال بذل الجهود من خلال حل الدولتين. لا أعتقد بشكل نهائي أن دونالد ترامب كان صادقا في هذا الأمر، لكنه يعتقد أن كامالا هاريس لا ترغب في رؤية دعم مستمر لإسرائيل أو للفلسطينيين، لكنها أوضحت تماما أنها في تدعم حل الدولتين ولديها رؤية واضحة. ولكن ما رأيناه بكل صراحة أن هناك أطراف فاعلة بدوافع معينة من كلا الجانبين سواء في إسرائيل وكذلك في فلسطين، فبالتالي أعتقد من الجلي أن ما نراه أن الإدارة الأمريكية بكل بساطة انتهت منها من عندها الخيارات، فبالتالي أصبحت هناك الكرة في ملعب الطرفين حماس وإسرائيل، فبالتالي نحن نستمر في أن الولايات المتحدة تحاول أن تتعامل مع الموقف من خلال وقف حزم الدعم إلى إسرائيل، ولكن لم يعود ذلك بأي نقاط إيجابية ولم يضغط على إسرائيل للقبول بأي حلول خاصة حلول طويلة الأمد. ولكن رأينا أن إدارة بايدن لا ترغب في أن ترى أي حربا تندلع في المنطقة، ولهذا السبب فإن الولايات المتحدة تقود الجهود السياسية والدبلوماسية في هذه اللحظة.